عسلامة عسلامة عسلامة. أنا اليوم موجوعة برشا وجيعتي نجم تحس بها أي مرأة تحطت في بلاستي وعاشت نفس الإكسبرينس بتاعي. نحب نبارتاجي معاكم نشارك حكايتي معاكم باش نحب نشارك حكايتي معاكم باش كل واحدة على الأقل تعرف تختار تحسن الاختيار كما نقولوا بتاع النص النص نتاعها الثاني بون سامواتي. انا اليوم انا مره في الشهر نعمل طونكيا ايبيلاسيون. اليوم جاي النهار هذاك باش نقي وصاحبي موجوده معايا في الدار هو وانا قاعده نقي. بون حكيت نص نهار هكاك واحنا خارجين فهمت ساعه لساعه كي نبدا مزروبه نقي من غير ما نعمل بونج على البلايس لانتيم اللي هما في باتي وألا ملوطة. وكي نبدأ منيش مزروبة في عقلي نعمل بونج ونقعد نستناه باش بعد كي نقي منه توجعش. وهو كقاعد هو ويزرب فيا في هيا هيا فيسا 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 وانا رساتي تزربت وما عملتش بونج. والمصيبة الكليماتيزور عندي مهلوك ما فماش مروحة الحالة حليلة وين النقي ويعلم بيا كالربي. شو قلكم من لوطة تشويت شوية شوية راني بش نموت بش نموت بش نموت بش نموت يكها ما عنديش حتى حل بش ما عنديش حتى حل معناها حتى ثلج والله ما عندي. قلت له أمان أهبط تجيب لي شوية ثلج. قال لي ليه مش نلقى لك أنا ثلج هنا ما يبيعوش لهنا العطارة بجنبي ما يبيعوش بالحق واللي بجنبي ما يبيعش وداشا. قلت له ما عنديش حتى حل مالا أنا بش نتكى ونحل ساقي وانت جيب حاجة ومروح عليا قاعدة كيكة نص ساعة أربع ساعة مروح حتى لينو حتى كخيم أبيزونت باش تلطف لي الحريقة متاع التنقية ما عنديش. قلت له أنا بش حل ساقي وانت جيب مروحة وقد مروح عليا ربع ساعة مساء اللي هو حتى لين يهدأ الحريق. شوش قال لي قال لي ساعة أنا توفى ما ماتش في القهوة باش نهب نتفرج عليه وانت حضر روحك لنجي ها ما ها مش مش نهب نتفرج في ماتش. نعم قلت له معني انا زير بروحي وربي يعلم بيا ربي كيفاش عملت ونقي معناها حتى الكريم ما عملتهاش البونج باش ما نتوجعش وانت في الاخر تقول لي حابه القهوه وتتفرج في الماتش مي سافا با مي سافا با وانا وانا شكون نقي يا بريتو معناها بون هو صحيح نظافتي وكل شيء مي كمان معناها مانيش ملزوزه انا باش نقي اليوم معناها في عقلي ممكن كنت ناخذ راحتي فهمت. حسيت قلت تفرض اهبط للقهوه وما عادش ترجع جمله وما عادش تدور بيا ما عادش تكلمني وفات بالحق وفات ما بيناتنا. ولذا بالحق قبل اي وحده باش ارتبطت باي واحد مهما كان تحاول تجربوا في كل حتى شيء حتى في الحكايات الصغيره هذيا جربوا على خاطر تعرف الاهميه نتاعك انت اما اهم انت ولا الطرح نتاع قهوه ولا ماتش نو. انا في الحكايه هذوما ما نسمحش بالكل بالكل واي وحده فيكم ديما تحاول تبجل روحها على كل شيء ومهما كانت الغلطه ما تعديهاش. هذه شنو حبيت نشارك معاكم ويا ربي ان شاء الله نكون فدتكم شويه بتجربتي.